وانت بخير ومباركين وكل عام انتم بخير ومحبي ومتابعي سبورت يارد بخير وصحة وسلامة. أستاذ ركان، كيف شفت الدورة إلى الآن؟ ما شاء الله الدورة للسنة الرابعة، أنا ما هو بس اليوم نشوفها، ما شاء الله هذه للسنة الرابعة التوالي، وكل سنة تميز عن السنة اللي قبلها. ما شاء الله الأجواء جدا جميلة وحماسية، الحضور تبعناه الأيام اللي فاتت كان جدا رائع، اليوم ما شاء الله الحماس في الملعب كان جدا متميز، اللاعبين روحهم الأخوية روحهم الحماسية جدا عالية، حقيقة استمتعنا بالشوط الأول اليوم جدا رائع، وما شاء الله من تميز إلى تميز. أستاذ ركان، كيف أصداء البطولات الرمضانية أو الدورات الرمضانية في السوشيال ميديا؟ ما شاء الله السنة وكل سنة، يعني سنتين اللي فاتت البطولات الرمضانية في المنطقة الشرقية لها أصداء جدا جدا واسعة في السوشيال ميديا، حضورها طاغي، وما شاء الله النشاط الإعلامي فيها جدا متميز، من ناحية التصوير أو من ناحية الفيديو أو من ناحية التغطيات والرعايات والإعلانات، فما شاء الله أنا أشوفها السنتين اللي فاتت تميزت كثير، والكل يتنافس على تقديم عمل احترافي متميز، وما شاء الله سبورت يارد كان لها جدا حضور طاغي وحضور رائع مثل كل سنة وأفضل. كلمة تحب توجهها أستاذ ركان؟ والله نشكركم على ثقتكم في صوت الشرقية للسنة الرابعة التوالي، وهذه أعيدها في كل سنة، لولا ثقتنا في قيمة هذه البطولة المجتمعية لدورها في احتواء الشباب وصقل مهاراتهم وأيضا إشغال وقت فراغهم في شيء يفيدهم، لما كان شفتونا في السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. أشكركم على التنظيم هذا، وأشكر حقيقة الرعاة جميعهم اللي أيضا وثقوا في سبورت يارد، وما شاء الله اللي يحضر الملعب وشوف اهتمامكم في الرعاة وطريقة تعاملكم معهم ما يندم يوم الأيام أنه كان فعلا راعي معكم. يعطيكم ألف عافية. شكرا لك أستاذ ركان. العفو، حياك الله.